واذكر حضراتكم بوقت يعني كورونا وكوفيد، لما ابتدت موارد الدوله كلها توجه نحو القطاع الصحي وموضوع الفاكسين وهنعمل ايه وهنتحرك ازاي وازاي ان احنا ندبر موارد اضافيه، واضطرينا ان احنا نعيد يعني تشكيل الموازنه بتاعت الدوله كلها لتعامل مع هذه الازمه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان في حاله ان لو حصلت اي مشكله او ازمه كبيره جدا جدا جدا، والنهارده ما حدش، واتحدى ان يكون هناك خبير يجزم ماذا ستؤول اليها الامور، ما حدش عارف، كلها تخمينات. فبالتالي احنا كمان ده دورنا ومسؤوليتنا كحكومه نكون حاطين كل السيناريوهات بما فيها اقصى السيناريوهات تشاؤما. ولكن اللي انا باكد عليه وده دورنا ومسؤوليتنا، انما باكد على هذا الموضوع، مصر ثوابتها واضحه، مصر ان شاء الله يعني موضوع لن تنجرف في حروب الا اذا زي ما بنقول دايما اذا كان هناك بقى تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدوله المصريه. فانا كنت حابب ان انا اقول هذا الموضوع وأكد إن إحنا لازم نكون متحسبين لأي سيناريوهات، وده اللي اتعلمناه منذ بدء الأزمة وحرب اللي حصلت في غزة من 7 أكتوبر. يعني من 7 أكتوبر لو حضركم بس يعني نستعرض كده، هل حد فينا كان ممكن يتخيل إن تداعيات هذا الأمر سيؤدي اتساع دائرة الصراع للجنوب ومضيق باب المندب، وإن يبدأ يحصل حركة الملاحة تقف وتهديد للملاحة، وقناة السويس النهاردة تنزل مواردها إلى 40% فقط من الموارد اللي كانت موجودة؟ ما حدش كان ممكن يتخيل هذا الموضوع ولا يحطه في السيناريوهات. ولكن اتعلمنا من واقع اللي بيحصل إن لازم نكون متحسبين لكل السيناريوهات اللي موجودة.